الشفاء والإقليم لحدود اللحظة بدون حالات استشفائية. إلى مدينة جرسيف التي سجلت بها 8 حالات مؤكدة بالفيروس في منطقتي حمرية وولاد صالح. جميع المخالطين أجريت لهم التحاليل المخبرية والتي كانت نتائجها سلبية لحسن الحظ. وكإجراء وقائي، لجنة اليقظة وضعت المنطقتين في الحجر الصحي مع توفير كل ما يلزمهم تحسبا لظهور حالات. أسامة أفقير وعبد العلي عمرش. 6 حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد هنا في حي حمرية في مدينة جرسيف، والسلطات المحلية وضعت 32 مخالطا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما. السكان في هذا الحي ملتزمون بالحجر الصحي في منازلهم. التحاليل المخبرية أجريت لجميع مخالطي الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كوفيد 19. تم التأكد يعني بأن هذا لي كا سون بوزيتيف، يعني الحالات مؤكدة، تم يعني بالتنسيق مع السلطات وضع هاد الحيين تحت الحجر الصحي حتى تم التأكد من النتيجة، وغادي يبقى الحجر الصحي مدة 14 يوم تفاديا لأي حالة تقدر تبان من بعد. فرق مكتب حفظ الصحة بجماعة جرسيف وبشكل يومي تقوم بتطهير وتعقيم منزل الحالات المؤكدة والمنازل المجاورة لها هنا في حي حمرية. جماعة جرسيف قامت بتعقيم المنازل ديال المنزل اللي فيها العائلة والمنازل المحاطة المجاورة لها، بالإضافة إلى تعقيم الأزقة. درنا واحد لا ماج دو سيكيغيتي تقريبا واحد 200 متر، لأن فيو الديور المنازل متقاربين بزاف. المجتمع المدني يقوم بشكل مستمر بتزويد السكان الذين هم رهن الحجر الصحي بالمؤن الغذائية وكل ما يلزمهم بشكل يومي. ما كنخرجوش، لكن اي حاجه اللي خصنا كيجيبوها لنا للدار. يعني الحمد لله حنايا هذا الشيء من المصلحه ديالنا حنايا. حنا كجمعيه كنساهموا بالنسبه للمواطنين باش كنساعدوهم باش ما يخرجوش من ديارهم، لانه كاين 44 دار في الحجر الصحي، وحنا من البدايه ديالها الى ما عارفينش فوقاش، من البدايه ديالهم وحنا مساعدينهم، اللي خصته شي حاجه كنجيبوها له. انتقلنا إلى دوار ولاد صالح في الجماعة الترابية هوار ولاد رحو، هو الآخر جزء من سكانه يخضعون للحجر الصحي. هنا تم تسجيل حالتين مؤكدتين وعدد المخالطين يبلغ 40. كذلك توفر للعائلات المساعدات الغذائية بشكل يومي في أفق انتهاء مدة الحجر الصحي المحددة في 14 يوما. دوليا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقرر